مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا، وإن شاء الله النهاردة هنشوف مهارات جديدة وهنعمل مع بعض وصفات خفيفة بناء على طلب حضراتكم، وطبعا استعدادا للفترة اللي جاية يكون فترة عيد. كل سنة وحضراتكم طيبين ويعود عليكم الأيام بالخير واليمن والبركات بإذن الله. هنعمل وصفات بسيطة وسريعة تنفع في الجو الحر ده، والناس اللي بتبقى عندها مصيف تقدر تعمل حاجات سريعة منها، لكن في منهم وصفتين بناء على طلب حضراتكم. هي النهاردة حلقة البطل فيها الجلاش، هنعمل بالجلاش كذا وصفة إن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم. أول وصفة هنعملها هي مطبق الجلاش. المطبق ده بدل ما نصحى الصبح نعمل شوية كريب أو نعمل ساندوتشات، ممكن أوي يتعمل بالجلاش شوية فطاير لطيفة جدا بأي حشو موجود في البيت، سواء أجبان أو تونة أو بواقي فراخ مسلوقة أو شاورما أو بواقي فاهيتا، أي حاجة موجودة في البيت نقدر نستغلها وتبقى وصفة جميلة، سواء عشاء أو فطار بتبقى حلوة جدا. تعالوا كده نشوف مع بعض الوصفة هتبقى إزاي ونبدأ نقول بسم الله. نطبق الجلاش. عندي لفة من الجلاش، وعندي نص كوباية من السمنة ونص كوباية من الزيت. الحشو أنا النهاردة عندي شوية تونة، عندي جبنة موتزاريلا، وعندي جبنة تشيدر، وعندي فلفل أخضر، وعندي زيتون، وعندي فلفل ألوان، وروزماري، وزعتر، وطبعا في بصل مكعبات، وده اختياري لأنه البصل كمان بيليق مع التونة قوي، وبالذات لما بتبقى فيه تونة ونحط عليها منكهات، المنكهات بتبقى الزعتر والروزماري يبقوا حلوين قوي مع التونة. حتى لما بنيجي نعمل حشو مثلا بيتزا، في ناس بتخاف من الزفارة، أهم حاجة نوع التونة يكون نوع حلو كويس، ما يكونش مخلوط بسردين، لأنه الأنواع اللي بتتخلط بالسردين هي أكتر أنواع بتبقى فيها نسبة زفارة. عشان كده إحنا دايما بنميل لإيه أنواع التونة الكويسة، في أنواع كتير في السوق وشركات كويسة جدا نقدر نعملها، وطبعا لو هنعملها في البيت هتبقى أحلى وأحلى، بس إن شاء الله نعمل المصنعات دي من بعد العيد بإذن الله على خير. هنبدأ وحركوا حلقات مصنعات كويسة بإذن الله، حاجات تفيد في فترة الصيف دي. هنبدا اول حاجه عندي الجلاش. هي الميزه فيه انه بيتعمل على الطاسه على طول في حاجات سريعه، ولو عندنا بواقي جلاش كده ممكن نستفيد منها. انا الحقيقه بخلط الزيت مع السمنه للطعم تبقى هشه، لكن ممكن تستخدموا زيت بس مفيش اي مشكله خالص، يعني مفيش حاجه فرض على حضراتكم. طيب هاخد كده الاول ورقه الجلاش وهنطلعه، المهم ان هو يبقى طازه وطري، علشان ايه انا عايزه اطبقه يبقى زي المربع كده، عشان كده سميناه مطبق. طيب بيتعمل بيه حاجات كتيرة جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، خليني كده افتحها. طبعا الورق اللي بيبقى شوية زي ما انتوا شايفينه كده فيه ماسك شوية، هحطه في النص مش هيجرى له حاجة. بسم الله هبدأ كده نفتح ورقة الجلاش كده مع بعض. طبعا لو حضراتكم بتشتروا الجلاش ده من الاماكن اللي هي خاصه ببيع الكنافه والقطايف والحاجات دي، طبعا هيبقى جميل برضو لانه بيبقى فريش، وبيبقى الحقيقه وزن اللفه نص كيلو نص كيلو حقيقي مظبوط على الميزان يعني، وبرضو بيبقى جميل. من بصوا دي الورقه كبيره ما شاء الله وعريضه، انا بس هجيب طبق كده كبير، انا ممكن الف هناك على فكره، يعني هعمل الاول كده مع حضراتكم. هاخد الورقة دي عشان بس ما يتكسرش. هنعمل الأول الحشوة. الحشوة هتبقى نيف ني بسيطة جدا ما فيهاش أي حاجة. بسم الله هاخد كده الأول شوية بصل، وبعدين عندي شوية فلفل رومي وشوية فلفل ألوان، وطبعا كم واحدة من الزيتون الأخضر تبقى حلوة قوي مش بنكتر يعني، وعندي التونة طبعا بصفيها كويس جدا جدا لو كانت هي منقوعة في زيت أو منقوعة في محلول ملح، وهنتكلم عن فوائدها طبعا لأن التونة من الحاجات الغنية بالأوميجا 3 جدا. وعايزة أقول لكم الحاجات الخاصة بأمراض الأوعية الدموية والقلب هي بتقلل منها جدا، وعايزه اقول لكم من الحاجات الرائعه لتقليل الدهون الثلاثيه اصلا الناس اللي بتشتكي منها يعني. عايزه اقول لكم ناس برضو اصحاب مرضى الضغط، هي بصوا هي قليله في الصوديوم لكن غنيه شويه بالبوتاسيوم، عشان بس ايه تبقى تمام يعني تبقوا عارفين، وهي فيها بروتين طبعا وقليله جدا في سعراتها الحراريه. يعني هي
من الناس اللي دايما بتعمل دايت تلاقوهم دايما ايه بيشربوا يعني يعملوا التونه دي سلطه دايما وياخدوها مع الخضار بدون اي اضافات. بصوا خلينا نتفق ان طبعا التونه اللي بنجيبها الطبيعيه سمكه التونه الطبيعيه اللي احنا ممكن نعمل منها تونه دي احلى حاجه ممكن نستخدمها. بصوا حشوه بسيطه ازاي. فاحنا مش عايزين طبعا ناكلها كتير لان هي طبعا ما بتفضلش برضو تتاكل كتير للسيده الحامل، يعني في كده نصايح بناخدها نبقى ايه عارفينها، لكن طبعا ليها وقت وليها برضو كم وليها لكن طبعا مفيده جدا. طيب تعالوا بقى، انا كده حطيت الزعتر والروزماري ومعانا صباح الفل ام اسلام. يا مرحب. مرحب بيكي يا حبيبة قلبي، عاملة ايه؟ الحمد لله، انتي اكتر حبيبة قلبي. تاني يا حبيبة قلبي، ربنا يسعدك يا رب. تسلميلي، طمنيني عليكي عاملة ايه، وحشتيني جدا. الحمد لله، وانتي كمان والله، ربنا يبارك لك يا قلبي. ربنا يسعد كل اوقاتك يا حبيبتي. ربنا يحسن ما بين ايدك، حلو قوي الصنف اللي انتي بتعمليه ده. والله هو خفيف وحلو وتغيير. مع الحر كمان. مع الحر. ما بقاش عارف يعمل ايه. صح، دي حقيقة. وعايزين حاجات سريعة وما تكونش يعني ايه فيها صلصة وطبيخ وحاجات كده. بالظبط كده. حبيبتي. بس هو إسلام. شكله هيبقى حلو قوي طبعا من ايدك، ده حاجه ثانيه. روح قلبي، ربنا يخليكي والله، ده كلك ذوق والله يا ربنا يخليكي حبيبه قلبي. تسلميلي. بصي حبيبتي، لو في يوم ان شاء الله تعملي لنا الفطير الشرقي. عينيا. شكرا ليكي قوي. لا ده انا هعمل لك بقى حلقه فطير روعه، وهجيب لك حد بتاع فطير روعه كمان والله. وانا اتعلمت منه لفه الفطير، لازم اقول حق ربنا. طيب خلاص. فهجيبه معانا في الحلقه، حد بتاع فطير حقيقي يقف معانا ونعمل الفطير بالتكنيك بتاعه مظبوط من عندي ولعندي. ربنا يخليكي حبيبتي. انت تامري يا ام اسلام. تسلم عينيك يا حبيبتي. الله يخليكي حبيبه قلبي. وسلامي لكل كرو البرنامج. يوصل يا رب، ويا رب تكوني شفتي هرسه الشطه. يا حبيبتي شكرا ليكي. بس انا عايزه اطلب منك حاجه. اتفضلي. عايزاكي تشوحيها قبل ما تحطيها في البرطمان، بالذات الشطه الحاره. بعد ما تتضرب في الكبه، لو هتضيفي توم او مش هتضيفي شوحيها، ما تخليش فيها نسبه ميه بدل ما تصفيها لو شويتيها. ايوه. وبعدين حطيها وحطي عليها الزيت. ربنا يبارك لك. تسلام يا حبيبتي. روح قلبي. تسلمي لي. ميرسي يا حبيبتي، شرفتيني ونورتيني يا ام اسلام. بصوا بقى، انا هاخد كده طبقتين حلوين، وممكن يبقوا ثلاثه على حسب انتوا عايزين ايه، بس انا شايفه يعني ايه هيبقوا كده لطاف. خلينا ايه نعمل كده ثلاث طبقات حلوين. بسم الله. حط بينهم حاجة بسيطة، عايزين تخلطوا معلقة سمنة على معلقة زيت مفيش مشكلة خالص. بحط بين كل طبقة والطبقة بس يا دوب مسحة بسيطة، بتبقى عاملة زي الايه ساندوتش كده، بس ايه نوع مختلف يعني وخفيف كده اهو. وتعالوا بقى نحشي. هنحشي هنا في النص كده، هجيب معلقة تانية. طبعا الواحد ساعات بيبقى يعني في ظل الصيف والشغل وال ويعني في ناس بتبقى عايزه تروح مصيف، تبقى حاجات خفيفه برضو على البحر، حاجات مع الولاد، وصفات سريعه، لان طبعا اللي بيبقى رايح مصيف بيبقى عارف انه اوقات هياكل سمك، اوقات هياكل اكل سريع، لكن بتبقى دايما المشويات والحاجات السريعه هي اكتر حاجه بتفرق قوي في الموضوع ده. بصوا كده هنحط شويه كده حلوين هنا كده في الشكل ده كده، وجميلة يعني منها من البيتزا. وهنعمل كده كده، وطبعا وانا بعمل كده مسحة بسيطة برضو هنا من الزيت كده، وهعمل كده هطبق زي ما حضراتكم شايفين، وهجهز بقى طاسة على النار او جريل زي ما انتوا عاوزين. هعمل كده اهو. بصراحة هي عاملة زي الفطيرة المحشية، تكاد تكون زي الفسيلة. احنا كمان هنعمل منها وصفة حلوة قوي، وهعمل هنا كمان. الناس اللي بتبقى عندها، شوفوا ام اسلام طلبت مننا دلوقتي فطير شرقي، ان شاء الله هنعمل حلقة فيها فطير شرقي وفطير مشلتت. الاهم بقى ان في ناس ممكن التكنيك بتاع الفطير المشلتت بالعجينة البسيطة السهلة بتاعته يضايقهم شوية، فلو انتوا عايزين تعملوا حاجة سريعة هنعمل مع بعض دلوقتي فطيرة مشلتتة ولكن من الجلاش، وتطلع روعة. بسم الله. هعمل كده هنا علشان أسويها كويس وتاخد اللون الذهبي من جميع النواحي. وممكن بقى نروح هناك كده لو عايزين نعمل واحدة كمان، احنا مجهزين كذا واحدة، لو معانا وقت أعمل واحدة كمان قولولي.
كده. طيب خلاص نعمل واحدة كمان. وبعدين بصوا الجلاش ده بقى ميزته انه ايه، النوع ده الورقة طويلة عن الجلاشة المتعارف عليها لو تلاحظوا، بصوا كده مستطيلة ازاي الورقة. ما هو ده نوع تاني بقى، ده مش من عند الراجل اللي احنا متفقين عليه، مش من عند الراجل اللي احنا بنجيب منه للكنافة والقطايف، لكن ده نوع تاني موجود في السوق كويس في السوبر ماركت. بس بصوا طويلة ازاي، ده ينفع قوي بقى في الحاجات اللي هي الحلو لما يكونوا عايزين تعملوه في صاج مستطيل بيبقى جميل جدا. عايزه اشوف كده هتبدا بقى تاخد الشكل الفطيره، خليها بقى لما تاخد اللون الذهبي كده ونبدا مع بعض. وانا هعملها على ورقتين لان الورقه دي تخينه، انا شايفاها كويسه يعني محمله ما هوش رفيع، فنعملها ورقتين بس. ممكن يتعمل اجبان بس، ممكن لو عندنا بواقي فراخ مسلوقه او لحمه باقيه تتقطع ويتعمل تتشوح وتحط عليها فلفل وشويه منكهات وتوابل وبعدين نحشي بيها وتتعمل حاجات زي كده، هتبقى جميلة جدا جدا كده. هنا على خفيف كده وناخد من الحشو بتاعنا الجميل ده، بسم الله. هنا بسم الله. طبعا التونة دي جميلة وزي ما قلت لحضراتكم الفكرة فيها في ده. طب لو احنا عايزين نعملها في بيتزا هتنقعوها بس في شوية خل. مهم ليه بقى، ليه بقى في شوية خل ليه؟ عشان نطلع الزفارة اللي فيها. مهم جدا الخل ده يعني ايه، اولا بيخلي الريحة دي تروح، وبعدين نصفيها ونستخدمها عادي في البيتزات عشان في ناس بتخاف تستخدم البيتزا في البيتزا التونة. خلاص تعالوا بقى نعمل كده، هنا نتني كده نطبقه كده زي ما انتوا حضراتكم شايفين. وهو فعلا الجلاش ده بديل للفطير الشرقي او لخامه العجينه بتاعه الفطير، لانه هو عباره عن دقيق وميه وملح وشويه زيت طبعا، وبنسيب العجينه ترتاح وهي اللي بنطلع منها المشلتت، مع الفرق ان احنا ما بنفرد المشلتت بس بنحط فيه كميه السمنه البلدي والقشطه، ما ننساش القشطه اهو. هيبقى كده زي ما حضراتكم شايفين كده، وادي الحشو. وطبعا لما بيتبقى عندي حاجه زي دول بروح تاني زي ما هما كده هروح نطبقاهم، ينفعوني ممكن انشفهم واستخدمهم في ام علي مع رقاق، وممكن انشفهم واستخدمهم في الكيك بتاعه الجلاش اللي احنا عملناها قبل كده اللي فيها الجلاش بيتكسر، وممكن نستخدمها في حاجات يعني وصفات لطيفه جدا، حشوات في الفطير الشرقي مع المهلبيه والكاسترد والبسبوسه والحاجات دي بيبقى رائع برضو. فيعني اقصد الحاجات دي ما بتترميش، احنا بنحتفظ باي حاجه بتتبقى عندنا في الفريزر. بصوا كده نبدا بقى ناخد الايه، انا مهديه النار عشان تاخد اللون الحلو ده. شوفوا بقى الحشو جوه باين ازاي ومحشيه حلو يعني محمله، وهنقطعها دلوقتي مع بعض وتطلع معانا ان شاء الله جميله، والجبن دي هتسيح جوه وهتشوفوها هتتبسطوا بيها جدا. ممكن بقى انا ايه اشيل شويه اللي وقعوا دول كده، ها وايه، وادي بصراحه هي يعني من الحاجات الجميله المشبعه برضو وسريعه مختلفه. بصوا جميله جدا، هنطلعها بقى نقطعها هنا كده، وهنعمل النهارده بقى من الفطير من الجلاش ده بديل للفطير اللي احنا عارفينه الشرقي علشان يبقى سريع لو عايزينه في عشاء في حاجه كده بسيطه مع عسل ومع مربات مع شويه قشطه ينفع جدا. ولكن ليه محلول كده صغنن حبه صغيرين كده ممكن نستفيد منهم نعمله بيه، هيطلعوا طري وحلو وفي من ريحه الفطير المشلتت اهو. دي كده وصفة سريعة، أي بقى حشو موجود عند حضراتكم دي الميزة إنه نقدر نستغله في الوصفات السريعة اللي زي دي. طيب إحنا بقى كده ومعانا أسماء، أهلا وسهلا أسماء، حاولي تكلمينا تاني. بصوا الجمال والله يعني، بصوا بديل للفطير الشرقي. أنا عارفة إن في ناس بيفرق معاها قوي الفطير الشرقي ساعات وأمزجة يعني لازم ياكلوا، واسكندريه كمان مشهوره جدا حتى في الساحل بيعملوا الفطير
ولازم يجيبوا حد شاطر جدا لما بيكون في اماكن مشهوره، يكون بتاع فطير شاطر علشان يعني المكان يعلى بالفطاطري ده. فالفطير الشرقي كلنا بنحبه وبنحبه حلو حادق. انا هعمل منها دلوقتي الشويه اللي بقوا دول، هعمل مع حضراتكم منها شويه حلوين. عارفين هعملها بس بلبن وسكر، مش هعمل فيها حاجه تاني، ودي تبقى حلوه. بسم الله. بصوا اهي هنحط بقى الثانيه، انا بس ايه هحطها على الظهر عشان دهنت الظهر والوش لسه ما دهنتوش، هدهنه اهو مع حضراتكم من الزيت اهو اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. وممكن نعملها كده، بصوا اهي. صحة وهنا على قلب حضراتكم، جميلة جدا وسريعة ولطيفة، ويعني ايه افكار نحاول نساعد بافكار ظريفة تناسب يعني فترة الحر اللي احنا فيها، واستعدادا لان احنا داخلين ان شاء الله على خير بإذن الله على فترة بقى فيها يعني عيد كبير وفيها اللحوم هتتألق، فهيبقى عندنا يعني العيد هنكتفي بكم كويس أعتقد، هنبقى طالعين كمان محتاجين حاجات نفصل بيها شوية. وأنا مع حضراتكم لو عايزين أي وصفات خاصة بالعيد مخصوص، إحنا إن شاء الله الأسبوع ده برضو عندنا وصفات من وصفات العيد إن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم، وفيها الحاجات اللي انتوا بتحبوها اللي هي حلويات المذبح، هنعمل منها وصفات لطيفة في البيت بشكل جميل وسهل وبسيط لأي حد عايز يعمله لأول مرة إن شاء الله، هتبقى وصفات ناجحة مع حضراتكم. طيب أنا هشوح دي بقى خلاص، وتعالوا بقى إيه نطلعها كمان، ممكن نقدمها كده في طبق كمان صغير من اللي معانا دول. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كده وعايزه اقول لكم اللي بتبقى بلبن والفطيره اللي بتبقى بلبن وسكر دي اعتقد بيسموها ايه، بيسموها سكريه وليها مسمى تاني غير السكريه، هفتكرها دلوقتي لان هي بتبقى سكر بودره ولبن سخن مغلي، فبتبقى رائعه برده بتطرى كده مع ورقه جلاش، ده بتبقى جميله. هطبقها زي ما طبق ده بالظبط، هعملها بس بقى ايه من غير اي اضافات. عايزين تحشوا جوه كاستر او كريمه مفيش مشكله خالص، عايزين تعملوها ساده ماشي. انا بقى هشوح دي كده وهقدمها عقبال ما استسمع حضراتكم في استراحه بسيطه، ونرجع بعد الاستراحه نستكمل وصفاتنا في انتظار حضراتكم.